بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذ السنة الثانية بكالوريا، مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي سنقوم فيه بتقديم أو بشرح طريقة التسجيل في المنحة الجامعية. إذا أول خطوة سنقوم بها، سنقوم بفتح محرك البحث جوجل، ثم سنقوم بالدخول للموقع www.minhati.ma ونتخي، ثم سنختار البوابة الوطنية لطلبة منحة التعليم العالي. نعم، ستخرج لنا هذه الصفحة. سنقوم بإغلاق هذه النافذة الخاصة ببرنامج وقايتنا، إغلاق، ثم سنجد هنا البوابة الوطنية لطلبة التعليم العالي. سنهبط إلى الأسفل، سنختار خدمات، ثم سنقوم بالضغط على إيداع الطلب. بعد هذا سنجد هنا رقم مسار، ثم كلمة المرور. يعني هنا كلمة المرور مش كلمة المرور الخاصة بمسار، ولكن كلمة المرور الخاصة بالبوابة الوطنية لطلبات منحة التعليم العالي. يعني هنا يطلب منا الموقع معلومات لا تتوفر لدينا. سنقوم بالضغط مباشرة على الحصول على كلمة المرور. عندما سنضغط على الحصول على كلمة المرور سيطلب منا الموقع إدخال رقم مسار هنا، ثم إدخال كلمة التحقق أو رمز التحقق هنا، ثم بعد ذلك سنقوم بالضغط على تأكيد. عندما سنضغط على تأكيد سيقول لنا الموقع سوف تصلكم كلمة المرور على بريدكم الإلكتروني خلال ثواني، وفي حالة عدم التوصل بكلمة المرور المرجو إعادة الطلب. إذن يجب علينا الدخول إلى بريدنا الإلكتروني الخاص بالتعليم. سنقوم بالدخول مجددا إلى محرك البحث، يعني نافذة جديدة. سنقوم بالدخول إلى الصفحة الرسمية الخاصة بأوفيس 365 أو على موقع تعليم.ma. بعد ذلك ستخرج لنا هذه الصفحة. سنقوم بالضغط على كونيكسيون لكي ندخل إلى بريدنا الإلكتروني. سنقوم هنا بإدخال بريدنا الإلكتروني من طبيعة الحال الخاص بمسار، يعني جي متبوع برقم مسار متبوع بأروباز التعليم بوما سويفون. ثم سنقوم بإدخال الكود الخاص بمسار سوكونكت، ثم بعد ذلك سيفتح البريد الإلكتروني الخاص بنا. سنقوم بالنقر على أوتلوك. بعد النقر عليه ننتظر بعض الثواني لكي يفتح. نعم، هذه هي علبة الرسائل الواردة. نجد هنا يعني رسالة واردة من منحتي، سنقوم بالضغط عليها ثم ستفتح. نجد هنا كلمة المرور. إذا يعني بالنسبة للأشخاص الذين لم يجدوا هذه الرسالة من هذه هنا، يكفي كتابتها، الضغط هنا على بحث ثم كتابتها، وأكيد ستجدون هذه الرسالة. بعد ذلك سنقوم بنسخ هذه الكلمة، كلمة المرور، ثم سنقوم بالدخول مجددا إلى البوابة الوطنية لطلبات منحة التعليم العالي. سنقوم بالنزول إلى أسفل خدمات، ثم سنختار من جديد إيداع الطلب، ثم سنقوم بإدخال رقم مسار وكلمة المرور التي قمنا بنسخها، وسنقوم هنا بإدخال رمز التحقق، ثم سنقوم بالضغط على دخول. عندما سنقوم بالضغط على دخول سيعطينا هنا يعني بعض الرسائل التي يجب قراءتها جيدا، ثم سنقوم بالضغط على مواصلة تقديم طلب الحصول على منحة التعليم العالي. هنا سيفتح لنا نافذة خاصة، هنا أولا معلومات حول صاحب الطلب، الاسم، العائلة، الاسم الشخصي، الجنس إلى آخره. هناك معلومات معبأة مسبقا من طرف مسار، وهناك معلومات غير معبأة مثل بطاقة التعريف الوطنية يجب تعبئتها كذلك. عندما سنقوم بالنزول إلى الأسفل سنجد هنا معلومات إضافية خاصة بالتلميذ، العنوان العائلي، عنوان السكن، الملحقة الإدارية، العمالة، الجماعة، يعني مجموعة من المعلومات الخاصة بصاحب الطلب. سنقوم بالنزول أكثر فسنجد هنا معلومات خاصة بالأب أو الوصي. بالنسبة لهذه المعلومات هناك بعض المعلومات التي يجب استشارة الأب أو الوصي الشرعي على التلميذ. سنقوم هنا يعني بالنسبة لدينا هنا الأب، يعني الوصي الشرعي هو الأب أو شخص آخر،
أو أنه لا يوجد. بالنسبة لحالتنا مثلا سنختار الأب، يعني سنقوم بإدخال البطاقة الوطنية للتعريف، كذلك الاسم الشخصي، الاسم العائلي، المهنة، هنا الدخل السنوي للأب، الراتب السنوي، مداخل مهنية، مداخل عقارية، مداخل أخرى. يجب يعني كتابة هذه الأرقام وهذه المعلومات بالاستشارة مع الأب. ونشير هنا إلى أنه إن كان الأب يتوفر على سينيسيس فيجب التوجه لمصلحة الضرائب حتى يتأكد من الدخل السنوي للأب، ويجب أن يلتزم التلميذ بملء هذه الخانات بما يلزم، لأن المصالح المختصة تقوم بالتأكد فيما بعد من المعلومات التي تم إدخالها. أما بالنسبة لمن كان أبوه متوفيا وأمه لا تعمل، يجب إدخال 00 في الدخل السنوي، ونفس الشيء بالنسبة للآباء الذين يشتغلون في القطاع غير المهيكل، لأنه لاحقا يتم التحقق من كل هذه المعطيات. كذلك عندما سنقوم بالنزول أكثر سنجد معلومات خاصة بالأم، نفس الشيء معلومات الأم على قيد الحياة أو يعني أو أنها متوفية. كذلك بعد ذلك سنجد معلومات خاصة بالأبناء تحت الكفالة، هنا سنقوم بإدخال يعني جميع الإخوة الذين يوجدون تحت كفالة الأب أو الوصي الشرعي. سنقوم بإدخال الاسم الشخصي، اسم العائلي، تاريخ الازدياد، يتابع الدراسة أم لا، معاق أم لا، وإذا أردنا إضافة أخ آخر سيمكن الضغط على إضافة. هنا سنقوم مثلا بإدخال جميع الإخوة الذين يوجدون تحت كفالة الوصي الشرعي، ثم بعد ذلك سنقوم بإدخال رمز التحقق، ثم سنضغط على تسجيل الطلب. عندما سنقوم بالضغط على تسجيل الطلب يعطينا يعني صفحة فيها مجموعة من المعلومات. يمكن عندما سنقوم بالنزول إلى الأسفل يمكن أن نعدل إذا أردنا بالضغط على تعديل، أو يعني إذا كانت جميع المعلومات صحيحة سنضغط على أشهد بصحة المعلومات التي أدليت بها. عندما سنقوم بالنقر بعد النقر على هذا المربع يمكن لنا أن ننقر كذلك على تأكيد المعلومات، يعني أن المعلومات جميع المعلومات صحيحة، تأكيد المعلومات. وهنا سيعطينا رسالة تحمل أن يعني هذا الطلب تمت المصادقة عليه إلى آخره، ويمكننا كذلك تحميل وصل طلب الحصول على منحة التعليم العالي. سنقوم بالنقر عليه وسيقوم محرك البحث به تحميل وصل إيداع طلب الحصول على منحة التعليم العالي، يحمل مجموعة من المعلومات الخاصة بنا. إذن هنا الطلب تم تقديم الطلب بنجاح. إذن إذا أردنا القيام بتتبع الطلب يمكننا مجددا فتح البوابة الوطنية لطلبات منحة التعليم العالي، النزول إلى خدمات، وفي هذه المرة سنقوم باختيار تتبع الطلب. تتبع الطلب هنا سيطلب منا اختيار رقم مسار ورقم الملف. رقم الملف هو الرقم الموجود الذي رأينا مسبقا، هنا رقم الملف وهذا الرقم الترتيبي للوصل، سنقوم بإدخاله هنا كذلك. ثم سنقوم بإدخال رمز التحقق AV4G، ثم سنقوم بالنقر على الدخول، وسنقوم بتتبع طلبنا. شكرا على حسن انتباهكم.